العودة مشاهدينا الكرام متابعي القناة الوطنية الأولى إلى ملعب 7 مارس بحي المطار ببن قردان، عودة قبل انطلاق الشوط الثاني من لقاء الترجي ومضيف اتحاد بن قردان. شوط أول انتهى على نتيجة 2-1 أسبقية للأحمر والأصفر، ولو أنه بأزياء أخرى أزياء زرقاء في هذه المباراة، التغيير الأول والوحيد إلى حد الآن يكون من جانب المدرب سمير السليمي، تغيير من جانب اتحاد بن قردان، دخول اللاعب رقم 2 وليدك يعني رقم 29، لكن على الميدان موجود اللاعب رقم 2 وعلى ورقة التحكيم رقم 2 ماهوش موجود وما عنده حتى أثر. على كل حال ننتظر انطلاق الشوط الثاني، واستغلينا فترة الراحة ما بين الشوطين باش تعطينا فكرة على المجهودات الكبيرة اللي قاعد يبذلها فريق اتحاد بن قردان لتأطير الناشئة. خذيتوا فكرة على الموقف الجميل، الموقف الرياضي الممتاز لهيئة المديرة بتكريمها لبطل العالم في الكيك بوكسينج عبد السمس السعداوي، وترجع الكرة وينطلق الشوط الثاني في هذه المباراة بين الترجي ومضيف اتحاد بن قردان. النتيجة ما زالت أسبقية الترجي 2-1، هدف أول لمنتصر التربي دقيقة 13، ثم هيثم الجويني هدف ثاني، هذا أمامكم المدرب سمير السليمي. والاتحاد بن قردان ذلل الفارق في دقيقة 41 بضربة جزاء نفذها لسعد الجزيري. ترجع الكرة لصالح الترجي عالية، والاتحاد يبدأ بالهجوم منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، يبدأ بالضغط. شفناه قدم شوط أول ممتاز، النتيجة ما زالت أسبقية الترجي 2-1 في هذه المباراة لحساب الجولة الثانية أيام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم تكتمل لقاءات هذه الجولة، والكرة لصالح اتحاد بن قردان في مناطق الترجي، تسديدة مباشرة فوق المرمى، مرمى معز بن شريفية، ضربة مرمى لصالح الترجي. ومرحبا بك نزيه مرة أخرى. مرحبا شكيب، ومرحبا بمشاهدي الوطنية الأولى. اليوم مقابلة الحقيقة على الأقل في فترة أولى شفنا فيها برشا كرة، وخاصة الكرة الثابتة اللي حكمت برشا في المباراة. اليوم شفنا زوز أهداف من الترجي، تاريخ كرة ثابتة، نفس الشيء زادة ضربة الجزاء لاتحاد بن قردان. خلينا نشوفوا ولا نأملوا باش نشوفوا على الأقل الشوط الثاني بمواصفات أخرى، والشوط الثاني واعد على الأقل من حيث الفرجة وكذلك من حيث الأهداف. أكيد الانتصار يكون الأجدر دائما وأبدا في مباريات الترجي واتحاد بن قردان. الكرة للجهة اليسرى لين خليل الشمام يحاول يلعب ولمتات، كان الفرجاني ساسي السقوط، ومحمد شعبان يعلن عن ضربة مخالفة وكرة ثابتة أخرى للترجي الرياضي التونسي مع بداية الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي أكيد فيه برشا معطيات، وخاصة ربما فيه عديد من الأهداف هذه الكرة. شوفوا الإعادة وتدخل شياب الزغلامي، كان الكرة الآن ما بين شياب الزغلامي وفرجيني سيسي، وكرة زادة من ياسين بوفالغا، هذه هي التدخل نتاع المخالفة. ياسين بوفالغا هو اللي دخل على فرجيني سيسي، مدافع المحوري الموجود منذ 5 سنوات كاملة في تشكيلة اتحاد بن قردان. هذه كرة ثابتة الترجي البدري، ورا الكرة حكم منبه على المدافعين الموجودين الاحترام والامتار القانونية، و 915 المتفق عليها هو الاعلان لمحمد شعبين. نشوفوا كيفاش محمد شعبين كل الجزئيات على الاقل ان شاء الله نشوفوا مستوى تحكيمي جيد في هذا الشطر الثاني من الموسم. البدري امام الكرة، كذلك غيلان الشعلالي، البدري هو الاقرب، البدري يلعب الكرة ارضية، ولكن الحارس حارس مروان بريك عنده الكرة، حارس مروان بريك اللي كان حتى في نجم المتلوي في الحقيقة في الجولات الخمسة الأخرى كان كأساسي
وكان حتى افتك مكان بلال السويسي اللي باش يرجع اكيد كاساسي في تشكيله النجم المناجم. هذه كوره الان لاتحاد بن قردين، حسام الدين على تابوبي، العب مع خالد يحيى على الجهه اليسرى، حتى تشتغل كثيرا التوزيع الان والتدخل الدفاعي في مره اولى وخروج موفق للحارس بكل سهوله معز بن شريفيه. يلعب الكره طويله بن شريفيه طويله في اتجاه الجويني وخروج الحارس بدور الليبيرو. الحارس مروان بريك، تجارب زادة طويلة بالنسبة لمروان بريك خاصة في الاتحاد الرياضي المنستيري، عدة تجارب زادة خلال كانت مع نجم المتلوي كما كنا تحدثنا. الذواتي شمس الدين يلعب مع معز بن شريفية، الضغط العالي من شهاب الزغلامي اللي يرجع في تجربة ثانية شكيب بالنسبة لشهاب الزغلامي مع اتحاد بن قردين، كان في الموسم الأول متاع الصعود والآن في موسمه الثالث اتحاد بن قردين يرجع له مرة أخرى شهاب الزغلامي. بالفعل نجيه تتجدد التجربة بين شهاب الزغلامي واتحاد بن قردين، اثنين مقابل واحد مشاهدينا الكرام في هذا الشوط الثاني. الدقيقة 15 من الشوط الثاني أو 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني. النتيجة ما زالت أسبقية لصالح الترجي، اثنين مقابل واحد. ترجع الكرة ورأسية هيثم الجويني والتغطية مرة أولى والثانية وتعود لصالح فوسيني كوليبالي غيلان الشعلري. حلوة النية كانت أنيس البدري يلعب مع غيلان مرة أخرى، يرجع بالكرة سامح الدربالي، سامح الكوليبالي. شوف الكرة كيش قاعدة تدور، فرجاني الساسي وانتصار الطالبي، ما زالت الكرة لصالح الترجي محققة من فرجاني. القص تعود لصالح الاتحاد، شهاب الزغلامي ومخالفة، مخالفة يقول الحكم محمد شعبان وإنذار يرفع في وجه الفرجاني الساسي. انذار يرفع من الحكم محمد شعبان، كانت فما مطالبة بورقة حمراء من جانب أبناء اتحاد بن قردين. هاي إعادة، كرة كانت في العمق والمخالفة المرتكبة من فرجاني ساسي. الحكم محمد شعبان يقول مخالفة، التوقيت صحيح مع المعذرة 6 دقائق إلى حد الآن. هذا التوقيت صحيح 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء. مخالفة وكرة ثابتة لصالح اتحاد بن قردين بعد عرقلة من فرجاني الساسي. أو أمامكم معز بن شريفية حارس الترجي العائد، وكانت هناك مطالبة بورقة حمراء من جانب أبناء اتحاد بن قردين. ننتظر التنفيذ، هل تأتي هذه المخالفة بالجديد لصالح اتحاد بن قردين أم تتواصل الأسبقية لصالح الترجي اللي قاعد يرغب في إضافة هدف ثالث. ننتظر التنفيذ هذه المخالفة. شفتوا بين الشوطين الأجواء الرائعة في صفوف هيئة الاتحاد من ناحية تأطير اللاعبين واحترام المنافسين، وإلى حد الآن قاعدين عملنا ملاحظة وأنه الجماهير قاعدة تشجع في إطار عالي من الروح الرياضية لابد باش نوصلوها. تنفذ المخالفة خطيرة، كاد يكون هدف التعادل، كاد يكون هدف التعادل لصالح اتحاد بن قردين. خطيرة الكرة عند التلوفون مزيه قدام الحارس معز بن شرفية. شوف لعادة سيب الكرة والتغطية في آخر لحظة من خليل شمام، وهو فكرة عن جانب من أحباء اتحاد بن قردين في إطار قلنا عالم من الروح الرياضية قاعد يشجع.
العودة من جديد. حكيت عاد التوقيت ربما إلى حد الآن في 10 دقائق أولى تقريبا إلى حد الآن نجم نقولوا أنه الكرة الثابتة كالعادة، الكرة الثابتة كالعادة مصدر خطر، ولكن المرة هذه من الجهة المقابلة من جهة الاتحاد الرياضي بميقردين. شفنا نجم نقولوا نصف هفوة ونصف خطأ من حارس معز بشريفية، ولو أن الكرة كانت صعبة بعض الشيء على حارس المرمى معز بشريفية. كوليبالي يلعب الكرة طويلة وتدخل من الشمس الدين الذواتي، الكرة ما زالت عند هيثم جويري في محاولة لعكس الهجمة، ولكن العودة الدفاعية من جديد مباشرة حارس المرمى مروان بريك. الكرة طويلة، الكرة طويلة الآن عند الأسعد الجزيري على اليمين، الآن الأسعد الجزيري في محاولة للتسرب وممتازة للتوزيع الأخيرة، كانت محاولة أيضا جديدة، محاولة جديدة. خالد يحيى كان وراء الكرة الأخيرة، محاولة جديدة وكان خالد يحيى وراء الكرة الأخيرة للاتحاد الرياضي بميقردين تحت موسنتا، والتشجيع متواصل من جماهير الاتحاد الحاضرة، من جماهير الاتحاد الحاضرة لهنا. أو إصابة ربما للحارس معز بن شريفية. قلت أنه الشوط الثاني تبدو البداية واعدة خاصة مع الكرة الثابتة الأخيرة المنفذة بشكل جيد، ثم أيضا التصدي في مرة أولى، ثم المدافعين اللي كانوا حذرين من الترجي وخاصة لاعب متصل الطلبي اللي كما قلنا يعمل في مباراة جيدة تقريبا بخلاف لقطة ضربة الجزاء. شوفوا الامداد في العمق، خالد يحيى التسديدة وجنبت المرمى بسنتيمترات قليلة، وهذه الإعادة زادة للكرة الثابتة والتصدي لمعز بن شريفية، ولو أنه التصدي صعب وصعب جدا. والعودة الدفاعية إعادة من أكثر من زاوية، من أكثر من زاوية الإعادة اللي كانت تنجم تجيب الهدف التعادل. العودة لخليل شمم اللي أنقذ الموقف، نجم نقوله خليل شمم لعب القيدون في تشكيلة الترجي، مواسم طويلة وبطولات كبيرة زادة مع الترجي. 11 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني. شوفوا معز بن شريفية، معز بن شريفية الحارس الدولي تقريبا منذ 2010 في الترجي وفي اكابر الترجي، يعني في الموسم الثامن ليه في الاكابر، رقم مش سهل على حارس في شباك وقيمة شباك باب السويقة وخاصة باب الترجي التونسي، لانه ديما الحراس ما يلقاو صعوبات كبيرة وانتقادات كبيرة كل ما ينقص المردود. وهذه كرة لسامح الدربيلي، الدربيلي يلعب الكرة خلال الشعلالي، الدربيلي من جديد، سامح الدربيلي يلعب الكرة في وسط الميدان، أنيس البدري، فخر الدين واللاعب فرجيني سيسي أكيد فخر الدين بن يوسف اليوم كان ينجم يكون حل إضافي وراء أنيس البدري. هذه الكرة ماهر بالصغير حاول المرور، ماهر بالصغير أو أمامكم في الصورة ربما تظهر الآن أنه جل ملاعبية الترجي يقوموا بالحركات الأحمائية، وهي فرصة أكيد باش نذكروا بهم كام حسين الربيع، أنيس بن حتيرة، بلال المجدري، محمد أمين بن رمضان، ملاعبي من الأواسط 99 مواليد 99، هو من اكتشافات المدرب منظر الكبير في أول مباراة ليه في قائمة الترجي والمدافع علي المشيني. هذه القائمة الكاملة الموجودة اليوم في بنقردين بالنسبة للترجي. تخرج الكرة بالتمس لصالح اتحاد بنقردين 2-1، ما زالت الأسبقية لصالح الترجي ضد اتحاد بنقردين اللي قاعد يواصل بنفس الطريقة اللي بدأ بها المباراة، يعني الضغط المتواصل على دفاع الترجي، طريقة كادت تأتي بهدف التعادل منذ لحظات عن طريق خالد يحيى، كورته مرت جانبية للقائم الأيمن لمرمى الحارس معز بن شريفية. إلى حد الآن 12 دقيقة لعب، 2-1. نذكروا وتحية مجددا لكل من التحق من الآن على القناة الوطنية الأولى، ونذكروا أنه مباشرة بعد هذه المباراة باش يكون الموعد مع نقل المباشر الثاني من ملعب الطيب المهيري بصفاقس لقاء السياسيس والملعب التونسي لحساب نفس هذه الجولة الثانية. باهي المراوغة، باهي العملية تتواصل، كرة كانت في اتجاه بهاء السلامي تخرج تمس لصالح اتحاد بقردان على يسار دفاع الترجي، او امامكم على حافة الميدان المدرب سمير السليمي. كوليبالي اللي سبق له تقمص زي الترجي هو اللي مشيت ولا تنفيذ التماس،
طويلة كورة خطيرة تعدى من شهاب الزغلامي وعصب الشريفية عالية. فما في التغطية موجود محمد أمين بن إسماعيل ترجع لصالح اتحاد بنكرتان. شوفوا الثقة الكبيرة في الخط الخلفي يعمل مراوغة ثم يوزع الشهاب الزغلامي عملية انتهت بالتماس لصالح الترجي الرياضي. تماس لصالح الترجي الرياضي. الكرة الآن للترجي على الجهة اليسرى ونتواجد خليل شمام في انتظار عودة الكرة. أكيد نتحدثوا على تدعيم الصفوف اللي كان في الميركاتو بالنسبة للفريقين، ولو أنه الترجي على غير العادة في الحقيقة الترجي ما يدخلش الميركاتو بالوزن الثقيل كما نقولوا. ترجي في العاده في كل ميركاتو باسماء كبيره سواء في الكره التونسيه ولا الجانب. هذه الكره وهذه فرصه للهدف الثاني، هدف التعادل لسعد الجزيري. كنت نتحدث على الهجوم اتحاد بنكرتان ولسعد الجزيري، لسعد الجزيري يعدل الكفه يعدل النتيجه 2-2. العوده من جديد للاتحاد بعد ما كان متخلف النتيجه 2-0. اتحاد بنكرتان في مره اولى بضرب الجزاء وفي مره ثانيه لسعد الجزيري وبالتالي التعادل والمباراة عادت لنقطة البداية. شكيب 2-2 وثنائية لسعد الجزيري وفرحة كبيرة لأحباء اتحاد بنكرتان بهدف التعادل. هدف جاء نتيجة ضغط متواصل، جاء نتيجة إصرار كبير من أبناء السليمي على التسجيل. إذا 2-2 بين الترجي واتحاد بنكرتان. 14 دقيقة لعب إلى حد الآن. هاي إعادة، شوفوا التحضير كان ممتاز من شهاب الزغلامي. جزيري يروض يحط كرة على ساقه اليمين، يغالط من شريفية وحيرة المدرب منذر الكبير بهذا الهدف الثاني اللي يقبله الترجي في هذه الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. المباراة تعود إلى نقطة البداية، التعادل الإيجابي 2-2 وإنذار يرفع من محمد شعبان في وجه خليل شمام حكم المباراة. إذا 2-2 هاي إعادة، تدخل خليل شمام كانت كورة عند فرجاني الساسي، تواصل العملية هيلان الشعلاني. هذا هو الإصرار، الإصرار جاب هدف التعادل. ضغط كيف كيف من أبناء اتحاد بنكرتان خطيرة. ذوادي ما فماش مخالفة يقول الحكم. ترجع الكرة لصالح الترجي. بوسيني كوليبالي، كولي يلعب كرة مع أنيس البدري. تتواصل العملية لصالح الترجي وفما مخالفة، مخالفة مرتكبة من ياسين مبالغة. لعب من غيلان الشعلالي يرجع الكرة للمنافس شهاب الزغلامي. شهاب الزغلامي يرفع كرة لسعد الجزيري، سحب الثنائية، سحب هدف التعادل. قدامه شمس الدين الذوادي مسرطة بيوزع. خطير العملية، خطير اتحاد بنكرتان نزيه، خطير في هذه اللحظات. عدل وقريب من تسجيل هدف ثالث. تحسن كبير في المستوى المردود في الشوط الثاني والعوده من التعادل، العوده للتعادل حقيقه لنقطه البدايه. تعود هنا 2-2 وتحسن كبير، وخاصه الفضل يعود خاصه لسعد الجزيري والتحركات والسرعه نتاع لسعد الجزيري. هذا ماهر بصغير يلعب الكره مع ثم الجويني، ماهر بصغير والجويني يلقاو دفاع الاتحاد. خليل شمام، خليل شمام يحافظ على كورته، يلعب الكره طويله في اتجاه اللاعب جويني وماهر بصغير. كرات طويله توا والحوار اصبح مشوق الى ابعد الحدود. لسعد الجزيري اللاعب شهاب الزغلامي مصدر الهدف في الحقيقه في الاسيست والتمريره الحاسمه. خالد يحيى يلعب الكره والتسديده قويه لكن بعيد، مرت جنب المرمى. تسديده الظهير الرداوي، شوفوا الامداد. خالد يحيى يلعب الكره لاحمد الرداوي، التسديده قويه ولكنها جانبت مرمى معز بن شريفيه. في الحقيقه ثم بعض البهته وبعض الارتباك الواضح في صفوف الدفاع الترجي، خاصه نشوفوا في معز بن شريفيه يحاول يوجه
يحاول ربما يسير بقية أطوار المباراة. الثنائية رقم 11 والأولى للاعب اتحاد بن قردين الموسم هذايا. الجزيري يرفع رصيده إلى 20 هدف لحساب البطولة أينما مر وأينما ارتحل في مختلف تجربه. الأرقام المعطيات كالعادة حاضرة وبقوة على شاشة الوطنية الأولى في مباراة كما قلنا وشكيب وقلنا قدمنا المباراة أنه خاصة في الشوط الثاني أنه المباراة ما تحسمتش والبداية تبدو واعدة. وشوفوا لهنا الحوار بدأ ما بين الكوتش والمساعد الأول معين الشعباني لإيجاد الحلول ومحاولة إيجاد الحلول خاصة في وجود بنك ثري نوعا ما رغم الغيابات ورغم الإصابات رغم غياب فخر الدين بن يوسف. طه ياسين الخنيسي القيمة الثابتة في هجوم الترجي. سعد بكير نفس الشيء الملعبية ثلاثة مفتاح لعب الترجي خلينا نقوله في خط الهجوم اليوم يعاول على هيثم الجويني فما بلال المجري وكذلك أنيس بن حتيرة ربما الحلول القادمة. هذه شياب الزغلامي يلعب الكرة في العمق شياب الزغلامي يلعب الكرة للرداوي التصدي التصدي ممتاز جدا ممتازة جدا العملية. الدور متاع شهاب الزغلامي يتأكد كمهاجم بإمكانيات بدنية صحيح ربما مش هداف ولكنه يعمل الفيق من خلال التمرير الحاسمة اللي جات متاع هدف التعادل. وشوفوا توا الحقيقة الإمداد للرداوي والتسديدة القوية التصدي للحارس معز بن شريفية وكانت أمام أقدام ربما الأسعد الجزيري الركنية التوزيع هو الحارس بسهولة معز بن شريفية. المباراة أخذت طابع آخر نسق آخر وكذلك ربما توجه آخر خاصة في الشوط الثاني. شفنا الترجي في الشوط الأول هو اللي يحاول هو اللي بادر هو الأكثر ربما تسديد وكذلك محاولة على المرمى ولكن مع الشوط الثاني تبدل كل شيء. الصراع المدربين ولا حوار المدربين كما نقولوا ما بين سمير السليمي ومنذر الكبير في هذا الشوط الثاني لمن ينتهي ولمن ستقول الكلمة في النهاية. الكلها ربما معطيات مع الشوط الثاني أكثر من مميز إلى حد الآن مع جماهير بن قردين تساند بقوة في هذا الشوط الثاني. الملاعبية زادة يقوموا بالحركات الأحمائية في اتحاد بن قردين. شوفوا هذه صورة لجماهير اتحاد بن قردين الحاضرة واللي ما فقدتش الأمل مع مباراة صعبة ضد منافس من العيار الثقيل خلينا نقوله الترجي. ولكن ديما جماهير اتحاد بن قردين تساند وبكل قوة والأمل مازال قائم مازالت البطولة طويلة. وديما نقوله في كرة القدم الشاطر اللي يضحك في الأخير هيك ولا شكي. معقول على كل حال إلى حد الآن اتحاد بن قردين قاعد يقدم في مردود جيد للغاية. أثمر هدف تعادل مستحق بعد ضغط متواصل على دفاع الترجي. الترجي اللي رجع توا في بحث عن هدف ثالث. هذا التماس والتنفيذ لسامح الدربالي يلعب الدربالي التماس توصل الكرة لخليل شمام كابتن الترجي. عينان الشعلاني يحذر الهيثم الجويني ما فماش مخالفة يقول محمد شعبان ماهر الصغير وسيني كوليبالي شهاب الزغلامي تبع فيه منتصر الطالبي يفك الكرة من غير ما يرتكب مخالفة كرة نظيفة تعديت غيلان الشعلاني يلعب مع هيثم الجويني ما فماش حتى شيء يقول محمد شعبان. السقوط ما كانش مسبوق بمخالفة على هيثم الجويني. الكرة لحارس الاتحاد اذا تغيرت المعطيات هنا في ملعب 7 مارس حي المطار بن قردين. اتحاد بن قردين يتمكن من تعديل النتيجة ضد الترجي صاحب طليعة الترتيب. فرجالي ساسي حلوة برشا سامح الدربالي وزع وترجع الكرة من جديد لصالح الترجي. الضغط متواصل فرجالي ساسي مرة أخرى سامح الدربالي يعمل مراوغة لكن تتقص الكرة للدربالي وترجع الطويلة. 22 دقيقة لعب 4 أهداف كاملة إلى حد الآن 2 لكل فريق. ثنائية
لسعد الجزيري من جانب اتحاد بلقردان، هدف الطلبي وهيثم الجويني من جانب الترجي، واعاده المخالفه المرتكبه على فوسيلي كوليبالي، والتنفيذ سيكون لخليل شمام. خليل شمام كابتن الترجي باش ينفذ المخالفه، كره ثابته لابناء المدرب منذر الكبير. خليل شمام باش يتولى التنفيذ، فما لاعب ملقى على ارضيه الميدان من جانب الاتحاد. الحكم يامر بايقاف اللعب طبعا للاطمئنان على سلامه اللاعب، ان شاء الله لاباس، نقول لاباس. على كل حال ان شاء الله سلامه كل اللاعبين. ننتظر تنفيذ المخالفه، كره ثابته لصالح الترجي. 25 دقيقه لعب الى حد الان 2-2. شمام ينفذ مقوسه في القائم الاول، مازال اخترع على الدفاع الاتحاد، خطيره ومطالبه بنفس الجد، يعني مطالبه بضربه جزاء من جانب احد اللاعبين الترجي في هذه العمليه. تو نعاودوا نزيد نشوفوا العمليه بالعرض البطيء. هاي اعاده كره في مناطق اتحاد بلقردان، يطيح فرجاني ساسي مره اولى ثم تتواصل العمليه. ما فماش وضوح كبير لانه فما كثافه بتاع العديد من اللاعبين في هذه اللقطه. الحوار والنقاش يتواصل مع محمد شعبان حكم المباراه، وقرار حكم الساعه يقول ركنيه لصالح او ضربه مرمى لصالح اتحاد بلقردان، مع تواصل النقاش من جانب لاعبي الترجي. شاهدت الاعاده للعمليه، وهاي من زاويه اخرى، مره اولى يسقط الفرجاني الساسي، والثانيه يمس كوليبالي الكره. هل لمست الكره يد المدافع ام لا؟ على كل حال قرار محمد شعبان كان ما فماش ضربه جزاء، ما فماش لمسه يد. وهو هنا يحاول ربما باش يخرج انذار، باش يرفع انذار او ورقه حمراء، ورقه حمراء لماهر بالصغير من جانب الترجي، يرفعها الحكم محمد شعبان. محمد شعبان يرفع في هذه الدقيقه 26 من المباراة ورقة حمراء في وجه ماهر بالصغير، وأيضا ورقة حمراء في وجه لاعب اتحاد بلقردان. عطونا نتأكدوا شكون بالنسبة لاعبية اتحاد بلقردان، لأنه ورقة حمراء مزدوجة الحقيقة، واحد في وجه ملاعب الترجي التونسي، واحدة اتحاد بلقردان. نشوفوا شكون بالضبط اللي تحصل على الورقة الحمراء من الجانبين الاثنين. صارم الحقيقة في اللقطة الأخيرة، واضح الصرامة من المدرب أو من الحكم، أكيد من الحكم. هذه ورقة حمراء في وجه اللاعب بهاء الدين السلمي. بهاء الدين السلامي على ما يبدو هو اللي كان تحصل على الورقه الحمراء من جانب اتحاد بلقردان. اذا كل فريق يخسر لاعب، يعني الترجي يخسر ماهر بصغير، والاتحاد بهاء السلامي. معين الشعباني الحكم المساعد، المدرب المساعد في حوار ونقاش مع الحكم الرابع بديس بن صالح. يتوقف اللعب، وإعادة مرة أخرى من أكثر من زاوية في الحقيقة. أنيسة البدري كانت في يد ياسين مفلغة أم لا؟ هاي إعادة مرة أخرى. شوف فما لاعب منتصر الطالبي رقم 4 هو اللي غطي على الصورة، وهذاك علاش ما نجمش يكون الحكم قطعي. هاو ماهر بالصغير يغادر الميدان بعد ورقه حمراء في كلاسيكو البطوله، تقريبا نفس الوضعيه وقت احتجاجات زادها وتشابك بالايدي، خلينا نقولوا في الميدان وقت في مباراه النجم هذا الساحلي اخذ ورقه حمراء. نفس الشيء اليوم زاد ماهر بن صغير على نفس الطريقه، ملاعبيه صغار ان شاء الله اكيد يتاثروا اكثر لانه موهوب جدا الحقيقه، ملاعبي وفنان اللاعب ماهر بن صغير، نجم يعطي اضافه كبيره للترجي وللكره التونسيه بصفه عامه بالنسبه للاعب ماهر بن صغير. دونك
لان معتجدي تغيرت المباراه مره اخرى. المرضيه مش على مستوى النتيجه وانما على مستوى الورقات. ومن سيستغل النقص العددي بين سمير السليمي والمنذر الكبير؟ اكيد كل مدرب عنده حساباته الخاصه في وجود نقص عددي من الجانبين. خليل شمام هو اللي باش يتولى تنفيذ الركنيه. نذكر مشاهدينا الكرام 28 دقيقه لعب الى حد الان، التعادل 2-2، 4 أهداف كامله. ركنيه للترجي على يسار الحارس مروان بريك حارس اتحاد بن قلدان، كابتن الترجي في تنفيذ الركنيه. تتلفت في القائم الاول خطيره وترجع مباشره، تماس لصالح الترجي. يمشي سامح الدربالي او يخلي الكره لانيس البدري. بدري يلعب الكره، ترجع مره اخرى لابناء الترجي. تماس لصالح الترجي ليبحث على تسجيل هدف ثالث، لكن اتحاد بن قردان يبقى خطير ايضا في الهجومات المعاكسه عن طريق خالد يحيى لاسعد الجزيري. ايضا خليل شمام منتصر الطالبي، طالبي يلعب كره طويله مباشره في التماس لصالح اتحاد بن قردان. تماس لصالح الاتحاد الذي ببن قردان. الى حد الان تقريبا نصف ساعه لعب في هذا الشوط الثاني، نصف ساعه لعب في الشوط الثاني. نذكر انه النتيجه متعادله الان 2-2. 4 أهداف كامله شفناها اليوم بطرق مختلفه، وخاصه الكره الثابته التي كانت حاضره بقوه في مباراه الناديين والفريقين. الكره طويله، شهاب الزغلامي دور كبير يقوم به الزغلامي في مباراه اليوم، دور كبير. لعب مهاجم السابق للنادي الافريقي ونادي حملان في جمعيه جربه، اللاعب شهاب الزغلامي تقريبا بدا مع الجمعيه الرياضيه بجربه، هو الحقيقه الانطلاقه الحقيقيه لشهاب الزغلامي. الكره تماس احمد الرداوي، اللاعب المنتخب الاولمبي احمد الرداوي. خمسه لاعبين من اتحاد بن قردان كانوا موجودين مع المنتخب الاولمبي مع مدربهم الحقيقه السابق شكري الخاتم. الكره كوليبالي يلعب الكره الان على الجهه اليمنى في الاسعد الجزيري. الاسعد الجزيري يرجع للوراء، يرجع للوراء الاسعد الجزيري. هذه الكره ومحاوله هجوميه جديده. خالد يحيى يحاول اختراق دفاع الترجي. خالد يحيى حافظ على كورته في 18 تقريبا، في 18 يقوم بمراوغات اللاعب خالد يحيى، ولهنا يفسر نوعا ما البهتة والارتباك على مستوى محور دفاع الترجي. كنا نوهنا في بداية اللقاء بالمردود المقدم من منتصر الطالبي، ولكن الآن تبدلت الصورة شوية وتغيرت كليا. إذا شوفوا الإعادة واللقطة الأخيرة متاع خالد يحيى وكيفاش كان يمر من دفاع الترجي. ركنية تتوزع الركنية وتدخل من شمس الدين الذوادي في مناسبة أولى، وغينان الشعلالي في مناسبة ثانية، وعكس الهجمة الآن، عكس الهجمة الآن هيثم الجويني يقود هجمة ترجية، ولكن العودة دفاعية من بن قردان. حط الكرة في التماس، التماس لصالح الترجي من جديد، التنفيذ لخليل شمام. شمام عنده الكرة، شمام يلقى الحل مع غيلان، غيلان الشعلالي، وتماس مجددا من نفس الجهة، الجهة اليسرى للترجي، ولكن المرة هذه خطأ يقول الحكم، خطأ بعد التدخل على غيلان الشعلالي. منتصر الطالبي، الشاب منتصر الطالبي يلعب الكرة مع شمس الدين الذوادي، سامح الدربالي، فوسيني كوليبالي في وسط الميدان يحاول يلقى الحل، يلقى مع الدربالي من جديد، سامح الدربالي، هيثم الجويني محاصر ومراقب الجويني، يرجع للوراء ويرجع مع اللاعب غيلان الشعلالي على اليسار. خليل شمام، كوليبالي موجود في التغطية في مرة أولى، ولكن الكرة ما زالت ترجية، الكرة ما زالت ترجية. غيلان الشعلالي في رجال إساسي، كوليبالي
من جديد مع شمس الدين الذوادي، محاولة للانتقال السليم بالكرة بالنسبة للترجي التونسي، محاولة لإيجاد الثغرة وإيجاد الحلول، ولكن مع العودة الدفاعية والتكتل الدفاعي على الأقل في اللحظات هذه بوفالغا لين بوفالغا والجويني، والكرة عند أنيس البدري في مناسبة أولى وثانية وتنتهي بتدخل اتحاد رياضي بوينغردين ودفاعه، والكرة تويل دائما وأبدا على اللاعب شهاب الزغلامي. الزغلامي والدور التكتيكي الكبير اللي يقوم به في خط هجوم الاتحاد. الزغلامي مع خالد يحيى ديما يتلفت على يمينه ويلقى خالد يحيى، وعلى يساره يلقى الأسعد الجزيري، ولكن المرة هذه متسلل الأسعد الجزيري صاحب الدوبلي في مباراة اليوم والثنائية في المباراة للاعب الأسعد الجزيري اللي كما قلنا لهواية الأرقام عنده الهدف رقم 20 في بطولة التونسية في مختلف تجاربه. فما توفيق الشيبي اللي باش يدخل الملقب بالشيوع أو الإعادة. شوفوا شهاب الزغلامي مع منتصر الطلبي ديما بدنيا ربما يتفوق شكيب، بدنيا يتفوق على دفاع الترجي في كل مرة اللاعب شهاب الزغلامي، وديما يلقى الحل مع اللاعب خالد يحيى اللي باش يخلي مكانه على ما يبدو خالد يحيى ليه. بالفعل خالد يحيى يغادر ويتخلي مكانه التوفيق الشيبي، واحد من أبناء نادي الموجودين في تشكيلة المدرب سمير السليمي. زوج تغييرات للمدرب سمير السليمي، نذكروا بالنقص العددي في زوج فرق بعد إقصاء باء السلامي وأيضا ماهر بصاير من جانب الترجي. كل فريق يلعب بعشر لاعبين. اتحاد بن قردان يحاول المباغتة عن طريق الهجومات المعاكسة، والترجي يواصل البحث على هدف ثالث. تتنفذ الكرة وترجع بمخالفة، يقول الحكم محمد شعبان لصالح اتحاد بن قردان. أمامكم هيثم الجويني مهاجم الترجي صاحب الهدف الثاني، وحوار مع مدافع اتحاد بن قردان. هي إعادة للعملية، كان الحوار بين محمد أمين بن إسماعيل وهيثم الجويني. كرة انتهت لصالح اتحاد بن قردان. التوقيت 35 دقيقة لعب إلى حد الآن، والتغيير قادم من جانب الترجي. حامل القميص رقم 9 بلال المجري يعوض كوليبالي، ونية المنذر الكبير واضحة. الضغط على دفاع الاتحاد بإقحام مهاجم إلى جانب هيثم الجويني وتغييره بكوليبالي متوسط الميدان. آخر لاعب من الترجي اللي عرف البطاقة الحمراء مرتين في نفس اليوم هو في نفس الموسم هو إدريسا كوليبالي اللاعب الحالي للاتحاد بن قردان. شوف منذ ست سنوات تقريبا، ست مواسم، موسم 2011 2012، مراوحة بين الأرقام والأقدام. هذه هي اليوم مع تحيات ديما العميد الكيليني، حقيقة مشكور جدا على المجهود اللي يقوم به في مباراة اليوم. حقيقة نجم نقولوا كما حكينا على ماهر بس صغير ولاعب شاب، وإن شاء الله أكيد يرجع ويرجع للأجواء المباريات، خاصة أنه الترجي يستحق كل ملاعبيته وكل الملاعبين المتوفرين للترجي التونسي، خاصة على مستوى الهجومي. وتوا مع إصابة ياسين الخنيسي أو الإعادة، شوفوا الإعادة وشوفوا الدور الكبير اللي كنت تحدثت عليه نتاع شهاب الزغلامي اللي يعطي باس ويعطي تمريرة حاسمة. الأسعد الجزيري في طبق النجم نقولوا صحة العبارة حتى في مرمى معز بن شريفية. كوليبالي يمشي لتنفيذ الظهير الأيمن اللي كنا نتحدث عليه، وكان لاعب محوري ولكن يستغله في العمليات الهجومية كظهير أيمن المدرب سمير السليمي. أولين التماس مشي تلعب التماس كوليبالي المالي يلعب التماس طويل في المحور، والحكم قبل هذا يعطي الخطأ لصالح الترجي التونسي المرتكب على خليل شمام اللاعب الدولي التونسي خليل شمام. المنتخب التونسي وحكينا على منتخبنا وتربص قطر، قولوا زيدا ونذكروا ان المنتخب التونسي برمج مباراة ودية ضد منتخب كوستاريكا نهار 27 ان شاء الله، في انتظار تأكيد مباراة اسبانيا الودية اللي باش تكون ان شاء الله في روسيا قبل المونديال بأيام قليلة. هذه الزوز مباريات اللي
تحدثت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار تحضيرات منتخبنا إن شاء الله للمشاركة الخامسة في المونديال. ترجع الكرة من التربي غيلان الشعلالي أنيس البدري، خليل شمام، خليل شمام يرجع بالكرة للتربي بحذاء الذوادي، بالفعل يلعب كرة مع الذوادي قدامه شهاب الزغلامي بالتغطية. طالبي مرة أخرى، طالبي منتصر، طالبي سحب الهدف الأول للترجي، لعب كرة مع بلال المجري، رجعت الأنسة البدري، البدري على الجهة اليمين لدفاع اتحاد بقردان، يرجع بالكرة الغيلان الشعلالي، باهية التمريرة والتدخل كوليبالي بلال المجري، عملية يقول الحكم محمد شعبان تنتهي بركنية لصالح الترجي. هاي إعادة، شوفوا بلال المجري الحوار مع كوليبالي، تتنفذ الركنية، اختيرة فرصة هدف ثالث للترجي، ضيع فرصة هدف ثالث، ضاعت على الترجي في هذا التوقيت 39 دقيقة. الترجي كان قادر على إضافة هدف ثالث وثاني للطالبي، هدف ثالث وثاني للطالبي بعد هذه العملية باللي صار سدد الامتياز الحارس مروان بريك في التصدي لهذه العملية. نزيه كانت فما إمكانية لتسجيل هدف ثالث من جانب الترجي، إمكانية لتسجيل هدف ثالث للترجي كانت، ولكن تألق للحارس المرة ذي مروان بريك اللي كان شوفوا كيفاش أنقذ المرمى. الحقيقة نجم نقوله كان هدف محقق، هدف محقق، سدي ممتاز جدا. الحقيقة نجم نقوله أنه إلى حد الآن خلى فريقه متعادل على الأقل إلى حد اللحظة. الحارس المتميز في مباراة اليوم الحارس مروان بريك، وهي الحقيقة وكنا نتحدث على الحراس شكيب فيما يخص الحراس أنه النادي اتحاد بن قردان لقى إشكال كبير على مستوى حراسة المرمى سنة، أنه بدأ بالهمامي أو صبر الخلفاوي، الخلفاوي كان بدأ معاه الموسم، بعد جاء وليد كريدان توا حارس ثالث زادة، يعني هذا يوري عدم الاستقرار زادة. وفي مجمل النقاط اللي تحدثنا عليهم تاع عدم الاستقرار ولا استقرار في اتحاد بن قردان، هذه فيما يخص المباراة نتاع اليوم، وخاصة تحدثنا على حوار الحراس وحوار الفريقين اليوم. واضح، ترجع الكرة لصالح الترجي، مقطوعة زغلامي، محاولة من بعيد عالية فوق مرمى الحارس معز بن شريفية. ذكروكم مرة أخرى بعد هذا اللقاء مباشرة باش تتابعوا نقل مباشر ثاني على الوطنية الأولى لمباراة النادي الرياضي الصفاقسي وضيف الملعب التونسي غيلان الشعلالي. غيلان الشعلالي والتوقيت 40 و41 دقيقة لعب إلى حد الآن، 2-2 بين الترجي واتحاد بن قردان. ترجع من منتصر التربي، سامح الدرداني، فرجاني الساسي يلعب مع غيلان الشعلالي، غيلان الشعلالي يرجع بالكرة، شمس الدين الذوادي، ذوادي فرجاني الساسي، بلال المجري، بحث الترجي على هدف متواصل، لكن اتحاد بن قردان خطير في الهجومات المعاكسة عن طريق الزغلامي وأيضا الأسعد الجزيري. ترجع من منتصر التربي غيلان الشعلالي، غيلان الشعلالي يلعب بهيثم جويني، حلوة ياسر من هيثم جويني، سامح الدربالي يرفع كورة في القائم الثاني، دربالي رفع مع غيلان الشعلالي، رجعت هاو خطير الاتحاد قلنا في الهجومات المعاكسة عن طريق نسعد الدريدي، شهاب الزغلامي تتواصل العملية سريعة والتغطية من منتصر التالبي، لكن الكرة تلمس في ساق المهاجم اتحاد بن قردان وتخرج تماس
لصالح الترجي. 42 دقيقة لعب والتغيير جديد من جانب المدرب سمير السليمي. لوالوا أمامنا هو اللي مش ياخذ مكانه، أو سمير السليمي المدرب أمامكم. صراحة الاتحاد بن قردان قدم وجه مشرف للغاية في هذه المباراة. خروج شهاب الزغلامي يعمل مباراة كبيرة، والجماهير تحيي الزغلامي على المردود اللي قدمه طيلة المباراة. ودخول الولوى يعني مهاجم بمهاجم، لم يفكر السليمي لا في التغطية الدفاعية ولا في ربح الوقت. أقحم مهاجم أو أمامكم الولوى، تدخل على معز بن شريفية، طبعا مخالفة لصالح الترجي. يربحها حارس مرمى الترجي الرياضي معز بن شريفية. باتريك الولوى الكاميروني في رصيد هدف. تواصل العملية لأبناء الاتحاد، لقاء مشوق تسابق وتلاحق بين الترجي والاتحاد. تابع العملية لأسعد الجزيري، حماس كبير في هذا اللقاء في ملعب 7 مارس حي المطار بقردان. تابع العملية خطيرة للاتحاد والتغطية من خليل شمام. شمام يغطي يلعب كرة في العمق مع هيثم الجويني، صاحب الهدف الثاني للترجي. مروان بريكي حارس الاتحاد كان له الفضل في التصدي لكرة خطيرة لصالح الترجي، كادت تأتي بهدف ثالث. هاو أمامكم الحكم الرابع بديس بن صالح يرفع اللوحة. 5 دقائق وقت بديل، 5 دقائق وقت بديل قلنا، أضاف الحكم محمد شعبان. الهجوم من الاتحاد بقردان خطيرة، أولى وثانية خطيرة فوق المرمى. كانت عملية خطيرة جدا لصالح الاتحاد بقردان. كرة كانت من توفيق الشايبي، شوفوا الإعادة، يروض ويسدد باليمين، كرة خطيرة. شوفوا يعني مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. الترجي كان قادر على تهديف الاتحاد كيف كيف. تواصل العملية، هيثم الجويني، هيثم الجويني، والتدخل وركنية، ركنية بعد تدخل من كوليبالي أمامكم مع هيثم الجويني. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. رأسية ما كانتش خطيرة في دين الحارس مروان بريك. لوالوا باتريك لوالوا معوض شهاب الزغلامي. تتواصل العملية لصالح اتحاد بقردان، باهية المراوغة، خطيرة العملية. أوه. غريبة 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 غريبة، هدف كان واضح. لوالوا يضيع إمكانية تسجيل هدف ثالث وجه لوجه مع معز بن شريفية. شوفوا الإعادة من زوايا أخرى. قلنا منذ قليل لقاء مفتوح على جميع الاحتمالات. الترجي كاد يسجل، اتحاد بن قردان أيضا. مباراة حماسية، مباراة مشوقة صراحة. ترجع الكرة من جديد عالية، ذوادي في التغطية مع باتريك لوالوا. الذوادي الذوادي رجع الكرة، ترجع من جديد لصالح اتحاد بن قردان. مرفوعة عالية، منتصر الطالبي، تمشي بلال المجري، هيثم الجويني، هيثم الجويني، ويربح مخالفة. الجويني يربح مخالفة. شوفوا الإعادة، تدخل من الخلف كان من ياسين مفلغة قائد الفريق
وهذه إعادة للهجوم الأخير والفرصة المتاحة لاتحاد بن قردان ضاعت عن باتريك الولواء. منظر الكبير باش يقوم بتغيير. قاعد نشوف فرانك كوم على حافة الميدان. الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضاء. كرة ثالثة لصالح الترجي. ها هو التغيير. فرشاني ساسي يخرج ويعود فرانك كوم في نفس المركز. كابتن الترجي يستعد لتنفيذ المخالفة. خليل شمام كان وراء الهدف الأول بعد كرة مليمترية في رأس منتصر التربي. خليل شمام، خليل شمام باش يتولى التنفيذ. خليل شمام باش يتولى تنفيذ المخالفة. كرة ثابتة خطيرة في دين الحارس. ما كانتش خطيرة الكرة. كرة ثابتة من خليل شمام. شوفوا الإعادة. خذاها دون عناء دون صعوبة. حارس اتحاد بقردان. ترجع الكرة في اتجاه باتريك الولوى. التغطية مرة أولى وثانية من خليل شمام. ترفع على الكرة شمس الدين الذوادي سامح الدرمالي. الكرة في وسط الميدان فرانك كوم. فرانك كوم معوض فرجاني ساسي. غيلان الشعلاني يحب يربح على الوقت والمساحات. بلال المجري، بلال المجري هيثم جوين اختيره. والكرة في دين الحارس. فرصة أخرى متاحة للترجي. ومرة أخرى مروان بريك في الموعد وفي المكان اللازم. هاي إعادة للفرصة المتاحة للترجي. اتيحت لهيثم الجويني. وإعلان حكم المباراة محمد شعبان نهاية اللقاء بتعادل الفريقين 2-2. هاو شريط الأهداف. منتصر الطالبي هدف أول.